يلعب كرة عرضية في المرمى، يأتي اللاعب الكاميروني صاحب العشرين عام بهدف مريب للغاية، هدف مريب للغاية. يأتي الآن الهدف للفريق التايلاندي، بوريرام يأتي بهدف، نادي بوريرام يأتي بهدف أول ليسكت جماهير الخرس، ليسكت كل اللون الأخضر في الملعب. نعم، هدف بمحض الصدفة، هدف مقصود، العهدة على الراوي، العهدة على صاحب الهدف. نعم، هدف يوضع بشكل جيد للغاية، هدف يجعل المباراة تختلف تماما في الدقائق القادمة. النادي الكوري الجنوبي معاناة كبيرة جدا على وجوه اللاعبين، كرة ملعوبة في الجانب الأيسر تماما، والبحث الهادئ عن تسديدة ملعوبة بشكل جيد. نعم، يكفي التعديل بنفس الطريقة، داويني بالتي كانت هي الداو. نعم، تسديدة من مسافة بعيدة للغاية بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، طبق الأصل الهدف الأول، أيا كان الشكل، أيا كان المسمى، أيا كان محرز الهدف دونج يونغ، فالهدف طبق الأصل الهدف الأول، استغلال المسافة، استغلال المساحة، استغلال تقدم حارس المرمى نوعا ما. نعم، حارس المرمى لم يكن متقدم بالشكل الكبير، ولكن الطبيعة الأسيوية، خسر القامة الأسيوي، حارس المرمى الذي لا يتعدى طوله 179 سنتي، استغلال جيد تماما. التعديل يأتي الآن. الجزاء، باصة والثانية، لويز يضطر للعودة للصفوف الخلفية تماما، تمريرة في الجانب الأيمن، استلام بشكل عقلاني، البحث عن عرضية أو انتظار المساندة، المساندة تأتي من اللاعب كوين، تتلعب عرضية حلوة. لا 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 لا، مباراة تزداد حلاوة في هذه اللحظات. دونج هدف عالطاير بشكل جيد، ثلاث أهداف ولا أروع ولا أجمل. 26 دقيقة وثلاثية الأهداف تأتي الآن، هدفين للنادي الكوري الجنوبي وهدف وحيد لنادي بوريرام. يأتي الآن اللاعب دونغونغ لي بهدف عالطاير بشكل جيد للغاية، هدوء تام، انقلبت الآية، اختلفت المعطيات، تسيد النادي الكوري الجنوبي اللقاء الآن بهدف ثاني بشكل جيد للغاية، والمساءلة، أقرب لاعب، أقرب لاعب من نادي بوريرام متواجد على بعد 4 متر على أقل تقدير في اتخاذ القرار، والكرة المقطوعة ترجع كرة مرة أخرى على حدود منطقة الجزاء، تتلعب في الجانب الأيمن، استلام لدوران، البحث الآن على الاختراق، باصة والثانية والتسديد، أوهانداسا من جديد يأتي بالتسديد، يأتي بالخبر السعيد، يأتي بالهدف الثاني للنادي التايلاندي. بوريرام التعديل الآن، أوهانداسا تمريرة واحدة والتانية على حدود منطقة الجزاء ليأتي التعديل الآن. المباراة تبدأ في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني بهدف أوهانداسا، صمت كبير في صفوف الجماهير الكورية، باصة والتانية واستلام ومباختة التسديد وهدف رائع للغاية. النادي التايلاندي هذا الموسم في هذه البطولة يبدع بشكل كبير، شهادة ميلاد لهذا النادي المتواضع، أحرج الكبار لا محالة. أوهانداسا اللاعب المعار، بوتان يوجه اللاعبين بالتركيز في الحالة الدفاعية، عرضية برازيلية ملعوبة ولكن تأتي على القائم البعيد، وهدف التقدم الآن في ظل الهدوء الكبير، في ظل التهاون الكبير، يأتي الهدف الآن. نعم، هدف من بارك وونجو، اللاعب صاحب 27 عام، هدف ثالث في لقاء اليوم، هدف يأتي في توقيت مناسب للغاية. 10 دقائق حتى الآن، وأصحاب الأرض
يأتوا بهدف. بوريرام متأخر، بوريرام كان متسيد هذا اللقاء وتحول لحالة التعادل، والآن يأتي اللاعب وون جون بارك